فتى الصندوق. في عام 1957 وجدت جثة لفتى عار في صندوق وقد ضرب حتى الموت. لم يتم التعرف على المجرم وقد جفت القضية عن الدلائل فأسقطت عمليات البحث. توباك شاكور وبيجي، مغنيا الهيب هوب المشهوران، قتلا بواسطة قاتل مجهول قام بقيادة السيارة وإطلاق الرصاص منها. ونظرا لكره رجال الشرطة لمغني الهيب هوب قاموا بإخبار الناس أن المشتبه به غير موجود في الحياة. قضية التيلانول، 7 أشخاص ماتوا بعدما تناولوا مسكن الآلام التيلانول والذي كان ممزوجا بسم السيانيد. قامت الـ FBI بالتحقيق في الجريمة وأورلاند. هنالك رجل مجهول في نيو أورلاند قد قتل حوالي 8 أشخاص باستخدام الفأس سلاح الجريمة. الأظالية السوداء، وجدت إليزابيث شورت مقطوعة إلى نصفين وهي مغرقة بالدماء، وقام المئات من الناس بالاعتراف أنهم القاتل. هانتر كيفيك، في عام أولى السفاح المجهول. في عام 1808 وأيضا أخرج البريطاني لم يتم